ولد يوسف بن خدة بالبرواقية ولاية المدية بتاريخ 20 فبراير من سنة 1923. بعد دراسته الابتدائية انتقل إلى البليدة ثم العاصمة ليكمل دراسته الجامعية. تحصل على الدكتوراه في الصيدلة. انخرط في صفوف الحركة الوطنية سنة 1939، وكان على اتصال دائم بمناضلي نجب شمال أفريقيا فرع البليدة. وفي عام 1943 ألقي عليه القبض بتهمة الدعاية ضد التجنيد، وبعد 8 أشهر أطلق سراحه ليجند إجباريا في الجيش الفرنسي. في سنة 1946 عمل ضمن لجنة تحرير جريدة الأمة الجزائرية، شارك في مؤتمر حركة الانتصار للحرية الديمقراطية ما بين 15 و16 من فيفري سنة 1947، حيث انتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة الانتصار للحرية الديمقراطية، ثم أمينا عاما خلفا للسيد حسين الأحول. اعتقل بن يوسف بن خدة من قبل السلطات الفرنسية إثر اندلاع الثورة، ولم يطلق سراحه إلا في أفريل سنة 1955، لينضم بعدها إلى الثورة ويلتحق بعبان رمضان. بعد مؤتمر الصمام عين عضوا أساسيا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية وفي لجنة التنسيق والتنفيذ على إثر اعتقال الشهيد العربي بن مهيدي في فبراير سنة 1957. غادر بن يوسف بن خد الجزائر متوجها إلى تونس رفقة كريم بالقاسم، ومنها إلى القاهرة. أبعد بن خد من عضوية لجنة التنسيق والتنفيذ رفقة سعد دهلب، إلا أنه احتفظ بعضويته في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، ولم يتوقف نشاطه عند هذا، بل كان يقوم بعدة مهام من بينها ترأسه لوفد جبهة التحرير الوطني إلى كل من بلغراد ولندن في إطار التعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية. عين وزيرا للشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية شهر سبتمبر من سنة 1958. وفي 28 من أوت سنة 1961 عين رئيسا للحكومة المؤقتة خلفا لفرحات عباس. وخلال توليه إدارة الحكومة واجه عدة مشاكل، من بينها مشكل المفاوضات مع الحكومة الفرنسية، الخلاف الحاد بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان العامة. انسحب بن خدة عن الحياة السياسية في سبتمبر من سنة 1962 ليتفرغ بعدها لمهنته كصيدلي. توفي يوم 4 فبراير من سنة 2003 رحمه الله.